طبعا الايرادات الحمد لله التشغيليه نمت مقارنه بالربع السابق، ولكن بطبيعه الحال في كل ربع يتم تقييم بعض الامور في الشركه، من اهمها هي الديون والتحصيلات من العملاء، فبالتالي قد تختلف من ربع الى ربع. في الربع الحالي تم زياده هذه المخصصات والذي اثر على نتائج الشركه مقارنه بالربع السابق. ايضا تحقيق الشركه لارباح اعلى من العام السابق ادى الى زياده مخصص مصروف الزكاه، والذي اثر على ارباحنا مقارنه بالربع السابق. ولكن كنظرة إجمالية على أساس سنوي، بالعكس الشركة حققت نمو كبير جدا في أرباحها، حققنا حوالي بزيادة 85 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ما المتوقع سيد محمد للمرحلة المقبلة لبقية العام؟ إن شاء الله بإذن الله نتوقع نحقق نمو في الأرباح مقارنة بالعام السابق. يمكن أهم الأسباب أستاذ لارا يعود إلى ارتفاع إيراداتنا التشغيلية خلال الفترة بحوالي 21 مليون ريال، ويعزى ذلك عدة أسباب، أهمها ارتفاع نسب الإشغال في مراكز وأسواق الشركة. اليوم تجاوزنا نسب إشغال تتجاوز 95%. كذلك تم إعادة تهيئة البنى التحتية في الأسواق والمراكز، مما جذب الكثير من العملاء وكذلك كثير من الزوار للأسواق، واللي أثر إيجابا على إعادة تسعير الوحدات العقارية. أيضا أرباحنا من الشركة الزميلة تنال الحمد لله فيها نمو بحوالي 44 مليون ريال، بعنا حوالي 96% من القطع في المخطط تنال، وإن شاء الله متوقعين أن نستكمل كافة القطع في خلال الفترة القادمة. أيضا أود الإشارة أن الشركة خلال الفترة الماضية بذلت الكثير من الجهود والإمكانات، مما ساهم في تمكننا في عكس مخصص التزام محتمل على الشركة بحوالي 28 مليون ريال. جميعها أدت إلى زيادة ونمو الأرباح بحوالي 85 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. سيد محمد، كان في أخبار مؤخرا سمعناها عن الشركات، بداية تم تعيينكم مطور لصندوق عقاري بحجم ملياري ريال، الخبر الآخر شراؤكم لأرضين بقيمة 1.4 مليار ريال، ما الأثار لهذه الأخبار، الأثار يعني الصافية على الشركة وإيرادات الشركة؟ وضح لنا الصورة لو سمحت. بالفعل أستاذ لارا، الحمد لله تم تعيينك كمطور عقاري لصندوق البنك العربي. حجم الصندوق حوالي 2.2 مليار ريال، ومساحة القطع الأراضية حوالي 1.8 مليون متر مربع. حنا أيضا نملك في الصندوق 10%، نتوقع إن شاء الله راح يكون لها أثر كبير جدا على أرباح الشركة. اليوم يتم دراسة الأنشطة وكذلك التوزيع في القطع، ثلاثة قطع، الأثر إن شاء الله بالتحديد سيتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من كافة الدراسات. تم الرفع للهيئة السوق المالية، وإن شاء الله نتوقع الحصول على موافقتهم خلال قبل نهاية السنة. بينما المشروع الثاني بزيادة رأس المال بحوالي 1.4 مليار مع شركة ريمات الرياض، تم الرفع لهيئة السوق المالية وانتظار الموافقة، وإن شاء الله بعد الحصول على الموافقة سيتم دعوة المساهمين للموافقة على زيادة رأس المال. الأرضين في موقعين استراتيجيين في الرياض، أحدهما في المروج في وسط الرياض والآخر في شرق الرياض في موقع استراتيجي، وراح يكون لهم أثر إيجابي كبير على أرباحنا إن شاء الله خلال السنوات القادمة.